نعم وغير هذا. نعم الشيخ. العفاف ذكرنا العفاف والحياء. نعم هاي الشيخ. النزاهة عن كل ما حرم الله. الله تكلك له كل يتدرغ ويرغبنا تشوي الله ملكتني. يعني يبتعد غاية البعد عما حرم الله. الله تكلك له على مسرات بتشاسي هون فتعامي رقاب. بعض الناس ولله الحمد لا يشرب الخمر. عندنا سو مسكنا الله يقبلنا يهونا عسكري ما تتعبتم. ولا يأكل الربا. ولا لما يلعب. ولا يقتل النفس التي حرم الله. الله عندما تقدر كل درجات النفس أيقدم. لكن لا يستطيع أن يعيش بدون غيبة ونميمة. نقدم كلام منا نقدر على سبقة من وراء خاصة بتلين في أئمة الإسلام يتكلم. يا إسلام مريبهم شخص لي من ناقي ودع. ما بقي أن يسب ويشتم إلا أئمة الإسلام كالبخاري رحمه الله. ما بقي له أن يسب ويشتم إلا البخاري رحمه الله. يا إسلام مريوش عندهم يترفع ويلم إمام البخاري تلتور بستقل. يسب شيخ الإسلام. شيخ الإسلام المسلم. يقول الوهابية محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. محمد بن عبد الوهاب المسلم. يسب هؤلاء. من الذين يستدبع. لماذا؟ لمن دين؟ شيء واحد. عندنا قرار. العداوة بين هؤلاء وبين أئمة الإسلام هو التوحيد. بين السنة بإسلام مريوش مكاكل يالله طلات النتي ميقاك أتشو اللهم بلتو ينت مملك. هؤلاء أرادوا أئمة الإسلام أن يعلق الخلق بالخالق سبحانه وتعالى. الذي تسدابي شيخ الإسلام بلاتشو محمد عبد الوهاب فطورون كالله قاران ديقنان يدربوا شيخ وشراتشو. وهم أبو هؤلاء إلا أن يعلق الخلق بالخلق. الذي تسادى يوجدين فطور كفطور قارا نجنا نجي كذي ألفو الله نجي ملك أفلقهم. لابد أن نفرق بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. ليت النار الجبال يا الله الوداج وجنا يا شيطان الوداج. وعلماء الإسلام وعلماء الضلال لابد أن نفرق. يا إسلام مريوتشننا يتميت مريوتشن ليت المعروف جبعنا. بماذا؟ لا من دم. الذين آمنوا وكانوا يتقون. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى من كان مؤمنا تقيا كان لله وليا. نجاب الله يأمننا السنة تتنققوت ناتشو يا الله وليوج شيخ الإسلام ابن تيمية بلندا الله أن يأمننا يتتنككو لا الله وداج وردنو تنقرع. ولي من الأولياء لاني وداج وردنو ينام بين القبور أكبر مكاكل متنيا يشرب الخمور كاسكاري نقري متطع يسرق يمسر لا يتطهر من بوله شنتن ما يصدد لا يستر العورة بتقالطو يمي لا يأتي بالطاعات الله ما يتهز ويأتي بالمنكرات وإن جاي ثباله مطفو كرتري ثباله كل يمسر. هذا والله ولي لا شك في ولايته. إيه قرات يلام ودا جنته من أولياء الشيطان يا ودا جمانه يا شيطان ودا. ولهذا ألف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى كتابا سماه الفرقان يعني فرق بين السماء والأرض بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه عندما تفعل الزجاجة يبقى الله وداجوش مكاكل يمين لا يبت ما تحكره بشيطان وداجوش مكاكل يمين لا يتحكره عندما تفتحتمه على الزجاجة. هل يمكن أن نأخذ الدين من المجانين؟ كابد دين
هاي مانوت يوسدا من السكارى كسكارى هاي مانوت يوسدا ممن يخزن القات شات هقول طول يا درغو تم ياسكم تسو هاي مانوت يوسدا هل النبي صلى الله عليه وسلم من اولياء الله او لا يا الله ملاكتنيا يا الله ودالداتشو ويسالم وابليس من اولياء من هو راس الكفر اصلا ابليس يمان ودالنا يا يا كهدت قلت اسم في القديم فيت كانوا يعبدون الصالحين النجان صالحين يا ملكاتهم نبر ويعبدون العلماء هذا في القديم علماتهم يا ملكاتهم شرك اكبر يا تلك وانا ما قرات في العصر الحاضر يعبدون المجانين والسكارى ويقول هؤلاء اولياء الرحمن زاريجن كالله لا يعبد الملك قالوا جن ابنك فيت من ملكوت صالحين نبر من يتكلم بالكفر والضلال بكفر من ناقروت بتميت من ناقروت يتملكوا الدنيا حتى قالوا أن الولي أعلى من النبي عليه الصلاة والسلام من هم الدرجة درسوا ولي بدرجة كنبي بلدال كمالة درسوا والله لا تستطيع أن تبيع وتشتري مع هذا المجنون لا تبيع وتشتري معه لا تعطوا نقود أصلا تبيع وتشتري فعندها قلة سبقارا قبيعت ووالو عتشب وعتقويلة كيف تأخذ منه الدين؟ قلت هذا لقى كريسو دين توسلات لا يصنع هذا حتى اليهود والنصارى يهم عتك عليه تهبت نصارا يهود مقوى أي ووالو حتى عبدت في بعض الدول قبور والله لكفار كان داندجر كبرت سملك وايتنا أنت تتمر كوال نجار كبرت يتعادي مكالوشنا أيام الحرب العالمية سقطت طائرة لرجل من اليابان يا عالم طرنة سكاد عند أوروبلان ودك كان دكبرني إلى الآن ضريح يعبد من دون الله يا أوروبلان ودك بات تجاب علينا إما لك على أوروبلان ودك بات تبلوه